فضيلة الشيخ، الصحابة كان ليهم مواقف مهمة جدا أثناء هجرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. مظبوط عايزة أبدأ بسيدنا أبو بكر الصديق. نعم والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال له تمهل لحد ما يجي الإذن، نعم ولكن كان ليه موقف أو مواقف مهمة جدا أثناء الهجرة مع الرسول نعم. عليه الصلاة مواقف والسلام. عظيمة جدا. أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له على رسلك يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي، استني الإذن. فلما جه الإذن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله راح لبيت سيدنا أبو بكر في وقت لا يذهب فيه، تقريبا كان وقت القيلولة، لأنه الأعين كانت تراقب سيدنا النبي 24 ساعة. الأعين ما كانتش تخف إلا في وقت ما حدش بيخرج من البيت أبدا، اللي هو وقت ما بين الظهر إلى العصر، اللي احنا بنسميه وقت القيلولة، حر غير عادي، فما حدش بيخرج من البيت أبدا. خرج النبي وذهب إلى بيت سيدنا أبو بكر في وقت لا يذهب إليه فيه. أول بشافه ما حدث يا رسول الله؟ فقال له أذن الله لي. الإذن جاله إزاي بقى؟ جاله بوحي سيدنا جبريل. نعم. فقال له أذن الله لك يا رسول الله؟ قال نعم. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبا بكر. الله، يعني أسألك الصحبة. تلاحظي من مواقف سيدنا أبو بكر أنه أول ما سيدنا النبي قال له على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، عمل حاجة حلوة قوي، جاب راحلتين ناقتين حلوين قوي، أقوية جدا، وبدأ يعلفهم ويأكلهم فقط لهذا الحدث. الشيء الجميل أنه لما قال له أذن لي ورتبوا الأحوال، الناقتين دول كانوا موجودين مع عبد الله بن أريقط هيقابلهم بيهم بعد 3 أيام في اتجاه معين. ترتيب قوي جدا جدا. فسيدنا رسول الله رفض تماما ودفع ثمن الناقة بتاعته، لأنها رحلة لله رب العالمين، فالإيثار في كل شيء خير إلا في أعمال الخير. قاعدة حلوة خالص، وضحها بقى. يعني إيه؟ أنا في الصف الأول، ما لم يكن من ذوي الوجاهة، فأنا زي الغير اللي ورا، ما جيش راجع وأقول له اتفضل أنت، أنا مش عايز الصف الأولاني. لا، ما ينفعش. طب أنا أؤثره ليه بالصف الأول؟ طب ما أنا أولى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن أعمل إيه؟ أوسع له، تعال أقف جنبي. طبعا قبل كورونا، دلوقتي ما بقفش جنب حد عشان الإجراءات، تمام؟ ما ينفعش يبقى أنا مثلا معايا الفلوس اللي هتصدق بيها وأقول له يا فلان روح اتصدق في المكان ده وأنا ما تصدقش. طب أنا بأثره على نفسي بالخير وأنا، طب ما نروح مع بعض بالزبط. فالإيثار في كل شيء خير إلا في أعمال الخير. سيدنا النبي قال له اتفضل، أدي تمنها. من المواقف العظيمة جدا لسيدنا أبو بكر، يعني مجهز الراحلتين. من المواقف العظيمة لسيدنا أبو بكر في الهجرة إن البيت كله في الهجرة، يعني سيدنا أبو بكر كل اللي موجودين، كل البيت كله شغال. يعني سيدنا أبو بكر وابنه عبد الله بن أبي بكر وبنته، عبد الله بن أبي بكر مسؤول المخابرات. يعني اعرف لنا الناس بتفكر في إيه وتأتي إلينا تخبرنا. أسماء بنت أبي بكر مسؤولة التموين وكانت حامله في الشهر الرابع، ويا رب كده يكتب لنا الروح لمكة ويشوف كانت بتمشي قد إيه، وعشان كده تسمت ذات النطاقين، جهزت الأكل وعايزة تربطه ما لقيتش رابط، كانت زمان كده الست تتحزم كده عشان الحركة والقوة وهدومها ما تلخماش، ما لقيتش حاجة تربط بها الأكل اللي هتوديه لسيدنا رسول الله ولوالدها، جت شايلة النطاق اللي في وسطها وجت شقاه نصين، نص ربطت به وسطها ونص ربطت به الأكل، فتسمت بأسماء ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر. وبعدين كمان عبد الله بن أبي بكر، وكمان الخادم لسيدنا أبي بكر والعبد اللي عنده اللي هو عامر بن فهيرة، فأسرة كاملة في الهجرة مش كده وبس. وهو ماشي قدام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يمشي قدامه، مرة يمشي خلفه، مرة يمشي عن يمينه، مرة يمشي عن شماله. ودي من المواقف الشهيرة جدا جدا. مالك يا أبا بكر؟ عمرك ما تقدمت على سيدنا رسول الله، تمشي ازاي قدامه؟ قال له يا رسول الله أمشي أمامك فأتذكر الطلب. الطلب يعني إيه؟ اللي رصدينك وبيدوروا عليك وعايزين يقتلوك، فأخشى أن يأتي من الخلف، فامشي وراك، فإذا أرادك أموت أنا حماية، حماية لي، فموتي أنا موت شخص، إن موتك أنت موت أمة. أتذكر أنه ممكن يكون عن اليمين، أمشي عن اليمين، ذكر أنه عن الشمال، أمشي عن الشمال، ذكر أنه ممكن يأتي من الأم، فأمشي. كل ده فداء لمين؟ لسيدنا رسول الله. لما جو يدخل الغار قال له انتظر يا رسول الله، قعد يأمن الغار، يأمن الغار، شيء عظيم جدا. طبعا. مواقف من أعظم من أجمل وأعظم العلاقات جدا جدا.
وتخيل ان سيدنا النبي نام على رجله، تخيل الوحيد اللي كان في هذا الغار. ولذلك سيدنا عمر لما جاء بعض الناس بيتكلموا عليه وانه قوي وانه خلافته اكبر من خلافه ابي بكر، وقف سيدنا عمر وقال لهم ليله واحده اعظم من عمر ومن ال عمر، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. روح فين عمر؟ وقف عند حدك. اذ يقول لمين؟ لصاحبه، قالتش لحد تاني، لا تحزن ان الله معنا. يا عيني على الحلاوه. فانزل الله سكينته وعلي. معجزه. ذلك الاسراء الهجره فيها معجزات كبيره جدا، كتير من الناس ما يعرفهاش. فيها معجزات ضخمه من ضمنها هذه المعجزه، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حرسوا. طبعا حراسة لا نراها. ولما يتلموا حوالين الغار يقولوا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله. ما انشافوش خالص. وطب لما خرج سيدنا النبي وهم دلوقتي سيدنا علي جوه المكان نايم مكان سيدنا رسول الله، سيدنا النبي خرج منين؟ من نفس الباب. ما نزلش سيدنا جبريل اخذه من السقف ليه زي الاسراء والمعراج؟ ما خرجش ليه من الشباك؟ ابدا. ده جه فتح الباب وهم واقفين. قرأ سوره ياسين. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، واخذ حفنه من التراب ورماها على القوم ناموا. خرج ويتلو سوره ياسين. ياسين والقران في يمناك. صان الإله كتابه ورعاك من قبل خلق الخلق نادى فلتكن وأمرت فاستدعيت في دنياك ومضى الزمان وجئت تنقذ أمة لولاك كيف مصيرها لولاك لله مولدك الكريم بمشرق شق الظلام ليكتسي بسناك وشببت يا لك من يتيم ناهض يطأ الصخور ويعبر الأشواك. الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.